الفنان الراحل هلال محمد من رواد المسرح والإذاعة والتلفزيون في دولة قطر. بدأ مشواره الفني عام 1972، كانت له إسهامات عديدة في المجال الفني في قطر. تغير الزمن يا أبوك وتغير الأوقات، لكن العادات ما تغير. الريال ريال بالمرح مرح. أثرى هلال محمد المجال الفني بالعديد من الأعمال الرائعة مسرحياً، فقدم الكثير من الأعمال المميزة التي تركت بصمة في أذهان الجمهور. ما خليتها الإنجليزية هاي تروح هناك بلادها وتقول العرب أحسن ناس. كما شارك في العديد من الأعمال الدرامية التلفزيونية المميزة، ومن بينها الفرسان الثلاثة، بيت المقتني، عيال الذيب، قلوب للإيجار. بصمة الفنان الراحل هلال محمد واضحة وستظل موجودة وخالدة في ذاكرة الفن القطري مهما تعاقبت الأجيال.